بنجامين. بدك تقرا قصه من الكتاب المقدس؟ ايه؟ بدك خبرة قصة؟ هتخبر كل السنابل عم يحضرونا كل الأولاد. بدك تسمع قصة اليوم؟ ايه؟ لازم تسمعونا قصة اليوم أنا وبنجامين اللي هنخبركم إياها، وهي قصة عن يسوع يطعم جموع غفيرة. يسوع كان يحب كتير يعلم كل الناس ويخبرهم عن محبة الله، وكانوا الناس تلحقوا وتقضي معه أوقات طويلة. وبيوم من الأيام كانوا بمكان مقفر، يعني بمكان ما في أبدا أي أكل ولا شرب، والناس صارت كتير كتير عددها يتضاعف فيسمعوا عن كلام الله. فأجوا التلاميذ لعند يسوع وقالوا له: يا يسوع، لازم أنه تصرف الناس للمزارع وللقرى المجاورة حتى يروحوا ياكلوا. لكن يسوع ما حب يعمل هالشي وقال لهم: أعطون أنتوا تاكلوا. فقالوا له: بدك ينا نروح نشتري خبز ب200 دينار ونعطيهم لياكلوا؟ فقال يسوع: خبروني كم عندكم نغير؟ فراحوا وطلعوا وشافوا انه عندهم مع صبي صغير 5 أرغفة وسمكتين. بس 5 أرغفة وسمكتين بنجامين؟ 5 أرغفة وسمكتين؟ فأمرهم يسوع أنه يقعدوا الناس جماعات جماعات على العشب الأخضر. فقعدوا صفوف صفوف. بعض هالصفوف كانت 100، وبعض كان 50، وبعض 30. وأخذ يسوع الأرغفة 5 والسمكتين، أخذهم كلهم ورفع عينيه على السماء وبارك وكسر الأرغفة وناور تلاميذه حتى يوزعوها لكل الناس حتى ياكلوا ويشربوا ويشبعوا. وبعد ما أكلوا كلهم رفعوا 12 كفة أو سلة مملوءة من الفضلات، فضلات الخبز والسمكتين، وكان كل الأكل تقريبا 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد مثل بنجامين. حلوة قصتنا لليوم؟ هلأ إجا وقت أنا وياكم نصلي مع بعضنا ونقول له: يا رب يسوع، نحن منآمن أنه أنت بتعمل عجائب كتيرة، أرجوك يا رب أعطينا نوثق أنه أنت بتوفي كل احتياجاتنا، احتياجاتنا الجسدية واحتياجاتنا الفكرية والنفسية والروحية كمان. نشكرك يا رب على محبتك باسم يسوع المسيح، آمين. وهلأ إذا حابين بالايام الجايه انه تاخذوا قصص مثل ما عم يقراها بنجامين، قصص منا، اكتبوا لنا على العنوان الموجود قدامكم على شاشه التلفزيون، نحن بنرسل لكم بعض هذه القصص، مثل الولد الذي قدم طعامه ليسوع، مثل قصه اليوم، او القصه اللي بايد بنجامين اللي هي المدينه المهدمه، او قصص كثيره من الكتاب المقدس، نحن بنرسل لكم اياها على العنوان الموجود قدامكم على شاشه التلفزيون اذا بتكتبوا لنا. وهلأ إجا وقت إلكن باي مني ومن بنجامين اللي عم ياكل القصة بدل ما عم يقضيها، وبشوفكن أكيد بالأيام الجاية. باي، إلن باي.